ترحيبا بدعوات الحوار الأخيرة بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة السورية للمصالحة والدخول في حوارات مباشرة وتغليب الحوار السوري السوري الذي دعا إليه مجلس سوريا الديمقراطية في وقت سابق. فهل ستلقى هذه الدعوات آذانا صاغية؟ وكيف ستتعامل الحكومة السورية مع هذه الدعوات؟ وما السيناريوهات المطروحة على الطاولة اليوم؟ أهلا بكم في حديث الساعة. سفك الدماء في سوريا إلا من خلال الحوار. لأجل ذلك نحن في هذا اليوم لا شك الجرح عميق، رغم عمق الجرح الذي لاقيناه من خلال شهيدة هيفرين خلف، لكن أيضا يجب أن نحقن دماء أبناء سوريا. بهذا الخصوص ينضم إلينا من منبج رئيس حزب سوريا المستقبل السيد إبراهيم القفطان. سيد إبراهيم، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. أبدأ معك، كان لكم حوارات إعلامية أو تصريحات إعلامية تقولون فيها أن الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية من الممكن أن يصد الاحتلال التركي ويحل الأزمة في المنطقة. سيد إبراهيم، كيف توضحون لنا وجهة نظركم وهذا التوجه من قبلكم سيد إبراهيم؟ مساء الخير لإذاعتكم الكريمة، ومساء الخير لكل أبناء سوريا. أهلا بك. ولأبناء شمال وشرق سوريا وكل من يسعى إلى أن تكون سوريا دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية. بخصوص هذا الموضوع التقاطع مع النظام السوري، أو دعني أقولها الحوار مع النظام السوري، لم تكن جديدة بالنسبة لأبناء شمال وشرق سوريا وبالنسبة للإدارة الذاتية وأيضا بالنسبة لحزب سوريا المستقبل. هذا الأمر قديم، ونحن دائما كنا ندعو إلى الحوار السوري، لأننا مدركين حقيقة لا حل في سوريا عبر بوابة الحرب وعبر بوابة السلاح، بل الحل الوحيد هو عبارة عن آلية الحوار وآلية تغيير النظام والدستور القادم لسوريا. لأجل ذلك هذا الأمر لم يكن جديدا، حتى الدعوات التي أطلقت من خارج سوريا مثل جميل بايك أنه دعا أن يكون هناك حوار ما بين الإدارة الذاتية وما بين النظام السوري وكافة الأطراف، هذه دعوة حقيقية يعني. وأيضا الكل يعلم بأنه كان هناك لدينا 3 لقاءات متواصلة في شمال وشرق سوريا، ودعونا كافة الأطراف السورية إن كان من المعارضة أو من النظام السوري بأن يكون هناك حوار سوري، 2 في عين عيسى وأحدهما في كوباني. لكن مع كل أسف لا زالت الأطراف، إن كان النظام السوري أو المعارضة، يعتمد على نظرية صفرية وهي أنا أو لا أحد. بالضبط سيد إبراهيم، يعني هذا ما كنت أود أن أتطرق إليه. يعني في كل دعواتكم السابقة والمتكررة سواء في الإدارة الذاتية أو في حزب سوريا المستقبل أو حتى في مجلس سوريا الديمقراطية، يعني لم يكن هناك نوايا صافية من قبل الحكومة السورية أو نوايا سليمة لأن تخطو في مثل هذه الخطوات. سيد إبراهيم، هل التمستم أي تغير في التوجهات من قبل الحكومة السورية هذه المرة؟ لم يكن هناك تغير بالنسبة لتوجهاتنا، لكن النظام في المراحل الأخيرة وخاصة بعد دعوات الرئيس بشار الأسد رئيس سوريا، وهو يؤكد على أن النظام المركزي لن يعد حلا أساسيا لموضوع سوريا، وخاصة كما نعلم أيضا هناك في اجتماع أحد اجتماعاته مع البلديات أيضا دعا إلى النظام اللامركزي، لأننا مؤمنون، نحن لا نعلم، هم يعني حقيقة هم مؤمنون باللامركزية الموسعة أو اللامركزية الديمقراطية التي ندعو إليها. هم لا زالوا يؤكدون على موضوع اللامركزية في موضوع البلديات، وهذا الأمر لن يحل المشكلة. لم نلاقي أي تجاوب إلى الآن من النظام السوري، يعني تجاوب جدي لحل الأزمة السورية، لكن رغم ذلك ليس هناك أمامنا بوابة، لأن موضوع الحوار هو من ضمن استراتيجياتنا وليست عملية تكتيكية آنية مؤقتة بالنسبة لمشروع شمال وشرق سوريا، بل هو استراتيجية وعمل استراتيجي بعيد المدى، ولن يكون، أكرر، ولن يكون حل هناك في سوريا إلا عبر جناحين كما نقول دائما، هو عبر الأمم المتحدة، والبوابة الأساسية هو الحوار السوري السوري والقرار 2254.
طيب سيد إبراهيم، يعني حضرتك تحدثت بأن الرئيس السوري تطرق إلى موضوع اللامركزية، ولكن اللامركزية هي يعني مصطلح فضفاض جدا. ما هي المقاييس التي تعتبرها الحكومة السورية، وهل هناك تقارب في المقاييس بين اللامركزية التي تدعو إليها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا واللامركزية التي تحدث عنها الرئيس السوري بشار الأسد من وجهة نظركم سيد إبراهيم؟ في هذا الموضوع ليس هناك تقارب، رغم أنه هناك أكدنا على أن يكون هناك لجان بيننا وبين النظام السوري في الحوارات الماضية، وهذه اللجان هي تبدأ في موضوع التربية وكان موضوع الصحة وموضوع الكهرباء وكثير من المواضيع التي دعونا إليها، لكن مع كل أسف لازال النظام يريد أن يعيد سوريا إلى ما قبل 2011، لكن إلى الآن لم نجد أي نوايا. لكن ندعو الأطراف الدولية وخاصة الدول الضامنة إن كانت روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران أو حتى تركيا، نحن ليس لدينا أي مشكلة مع أي طرف خارجي أو داخلي إلا في موضوع الاحتلالات، لأن تركيا إلى الآن نحن نعتبرها ونؤكد بأنها هي دولة محتلة. لأجل ذلك عليها أن تزيل نفسها من سوريا وتخرج من المناطق التي احتلتها، وبعدها أيضا يجب أن يكون لها دور إيجابي. ونحن نعلم من أزم الحالة في سوريا هم الأطراف المتصارعة كما تحدثت في البداية على النظرية الصفرية، وهو أنا أو لا أحد. إن كان يعني بخصوص هذه النظرية سيد إبراهيم، كل لم يقبل بأي مشروع لأن ليس لديه أي مشروع. المشروع النظام هو مشروع قومي عربي، وأيضا المعارضة مشروع إسلامي راديكالي، وهذه المشاريع لا يمكن أن تحل الأزمة السورية. يجب أن يكون هناك مشروع ثالث وهو مشروع ديمقراطي، وهو ما نسعى إليه نحن، وأن تكون سوريا دولة ديمقراطية بوابتها الحقيقية أن تكون دولة ديمقراطية، وأيضا يكون نظامها لا مركزي برلماني. هذا ما نسعى إليه نحن دائما في حزب سوريا مستقبل، لكن من الممكن أن لا يكون الحل في اللقاء الأول والثاني والثالث والآخر، لكن نحن مصرين على اللقاءات المتواصلة. هل كل الأطراف سيد إبراهيم مستعدة؟ نعم، هل كل الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات للوصول إلى حل توافقي؟ يعني اليوم مع مطالب كل طرف أو مشروع كل طرف إذا صح التعبير والتسمية، هناك فروقات كبيرة في وجهات النظر. هل كل الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل سوري جامع؟ يجب أن يكون هناك تنازلات لا شك. من الممكن أن نتقاطع مع النظام بواحد بالمئة أو 5% أو نسبة معينة، لا أريد أن أحدد هذه النسبة، ومن الممكن أيضا أن نتقاطع. يجب على الأطراف السورية المتواجدة إن كان في سوريا أو خارج سوريا أن تقدم تنازلات لأجل سوريا وليس لأجل أجندات خارجية. ونحن نعلم بأن وخاصة المعارضة السورية لم تستطيع أن تقدم أي تنازلات لأنها أصبحت متهنة إلى الطرف التركي، وأيضا النظام من الصعوبة أن يقدم تنازلات. نحن على استعداد أن نقدم تنازلات، لكن هذه التنازلات يجب أن تتناسب مع المرحلة التي قدمنا بها شهداءنا من خلال محاربة داعش. يجب أن يكون هناك احترام لدماء الشهداء. من الممكن أن نقدم تنازلات، لكن هذه التنازلات يجب أن تتناسب مع المرحلة الآنية والمرحلة المستقبلية. يجب أن يكون هناك وعود في موضوع الدستور أو غيره يحسم هذا الأمر بخصوص إدارة شمال وشرق سوريا وبخصوص قوات سوريا الديمقراطية. يجب أن يكون هناك خصوصية لهذين المفصلين، وهو قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. سيد إبراهيم القفطان، رئيس حزب سوريا المستقبل، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من منبج، شكرا جزيلا لك. من دمشق ينضم إلينا الدكتور سليم الخراط، عضو الرابطة السورية للأمم المتحدة. دكتور مرحبا بك في حديث الساعة. أبدأ معك من الدعوات المتصاعدة في الآونة الأخيرة لحوار يكون سوري سوري بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لردع العدوان التركي ومطامع الاحتلال التركي في الأراضي السورية من ناحية، وحلحلة الأزمات والعقد المستعصية بين الجانبين حقيقة في عدد كبير من الملفات. دكتور سليم، هل الطرفان أو هل الظروف اليوم مؤاتية لعقد مثل هذا الحوار السوري السوري بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية؟ دكتور سليم، أنا سمعت مضيفك لكن لم أسمعك أنت. طيب دكتور سليم، هل تسمعني بشكل جيد الآن؟ تفضل. طيب، اليوم دعوات متصاعدة لإجراء حوار سوري سوري بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، هل الظروف مواتية اليوم لفتح مثل هذا الحوار من وجهة نظركم؟ أنا
اولا يعطيكم العافيه قناتكم الكريمه ومتابعاتكم وجودكم الجباره في هذا الموضوع. نحن حين نتكلم عن هذا الواقع الاليم الذي لا زلنا نعرقل فيه الخطوات المتقدمه من انجاز واطلاق مشروع التفاهمات السوريه الكرديه لتكون ضمن سياق موحد، لا زلنا في حروب مستعره على الجانب هنا ام هناك. نحن معنيين تماما بصرخة واحدة لنعلن عن انتهاء هذا الاتفاق وإعلانه رسميا وعدم التغاضي عن الإعلان. قد انتهى كل شيء، ما تقدم به زميلنا قديمة ابن الوطن البار، هذا الكلام الذي تكرر كثيرا لم نعد معنيين به. لقد انتهى هذا الأمر وانتهت الاتفاقات وجهزت. السؤال لماذا لا يعلن عنها؟ لماذا لا يتم الإعلان والكل مشترك في هذا الأمر؟ لأن الكل لديه مكان ما في هذا الأمر. إذن هنالك إعلان ننتظر أن يصدر عن توافق واتفاق متكامل ما بين المنطقة الشرقية، الكرد، الإدارة الذاتية، سوريا الديمقراطية. كل ذلك قد انتهى وتم إعداده بالشكل الرسمي من خلال الوثائق المقدمة منذ أشهر، وهذه الوثائق وصلت وتم التفاعل والتعامل من خلالها لإطلاق هذا الاتفاق. دكتور سليم، يعني صدرت مسودة، نعم صدرت مسودة لاتفاق، هل تقصد هذه المسودة التي قدمت لاتفاق أو تقارب في وجهات النظر، أم أنك تقصد حصل اتفاق رسمي بين الجانبين؟ أنا لا أعتبرها مسودة. من خلال متابعتي ومن خلال معني أنني معني بالأمور السياسية الخاصة بهذه الأمور، هذه لا تعتبر مسودة، هذا يعتبر اتفاق شبه نهائي يحتاج إلى الإعلان. الضامن الروسي تواصل وبقوة إلى جانبنا جميعا، لكن هنالك نقطة وعثرة ما يتم الوقوف من خلالها عن عدم إعلان هذا الاتفاق. وبناء ذلك أننا نحن متفقون، لمن لا يعلم يعلم، نحن متفقون. والدليل الاكثر انه احنا في قوات موحده بمجهودها بمنطقه عفرين ومنطقه ادلب الى ما هنالك من المناطق الاخرى في سوريا شمال شرق، ما بين القوات الكرديه بكامل مواصفاتها الى القوات السوريه، وهي في موقف واحد باتجاه العدو المحتل. وقد وجهنا يوم امس بعمليه الانتفاضه قبل امس الى انتفاضه شعبيه على المستوى اللازم في مواجهه المحتلين، الى جانب، وقد اكدت على هذا الكلام، الى جانب القوات الكرديه التي ستكون الى جانبنا بطريقه مباشره او غير مباشره. اذا طيب هذا على الصعيد العسكري دكتور سليم، هذا على الصعيد العسكري كثيراً. نعم هذا على الصعيد العسكري، اذا ما تحدثنا على الصعيد السياسي، اعذرني فقط لضيق الوقت كي يعني نحاول ان نكسب منك اكبر قدر من الايضاحات، على الصعيد السياسي اليوم هناك يعني امور يجب الاعتراف المتبادل، يجب تقديم بعض التنازلات من كلا الطرفين، هل هذا كله قدم او هذا يعني هذه الخطوات تم اتخاذها من قبل الطرفين، من قبل سواء كانت الحكومه السوريه في دمشق والاداره الذاتيه في شمال وشرق سوريا؟ تكرم علي. طيب دكتور سليم، يعني هذه الامور اللي تحدثت بها حضرتك هي امور عسكريه، على الصعيد السياسي هل يوجد تفاهم كبير على الصعيد السياسي، علما ان هناك ربما العديد من القضايا تحتاج الى تقديم تنازلات من كلا الجانبين، الحكومه السوريه وحتى الاداره الذاتيه في شمال شرق سوريا؟ انا مواطن سوري، نحن جميعا نقف الى جانب وطننا. ليست هذه الدورات المتتاليه ما بين القوى السياسيه الكرديه التي اتت الى سوريا والتقائها مع القياده السوريه هي عبثيه او عملت من فراغ، هي واقع. ودليل على ذلك ان القوى الوطنيه في الداخل السوري تسعى الى حوار، وهذا الحوار على مستوى وصعيد، تلاقي جرافيك القوى الوطنيه على مبدا الحوار السوري، والكثير يدفع منه الثمن، اخرها ما سمعتموه انتم. هناك إنسانة وطنية برة لهذا الوطن، شنب بروين إبراهيم من منطقة القامشي من عندكم من قلبكم، قالت وصاحت هناك حوار سوري يجب أن نعمل عليه ويجب أن نجوزه. ما كانت النتيجة؟ هناك من يسعى إلى ضرب كافة الأصوات الوطنية في الداخل السوري، وهذا ما يسعى إليه هؤلاء المتخلفون عن رفض إنهاء هذا الأمر. السيدة بروين، تصوروا انها سيده وامراه استطاعت ان تقف مواقف رجوليه في هذا الموقف،
طيب هذه الدعوات لم تصدر فقط عن السيدة بروين دكتور سليم، هذه المواقف لم تصدر فقط عن السيدة بروين، صدرت عن السيد إبراهيم القفطان الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، يعني كما رئيس حزب سوريا المستقبل عفوا كان في مداخلة معنا قبل أن تنضموا حضرتكم، وصدرت عن مجلس سوريا الديمقراطية عن السيدة إلهام أحمد وعن السيد رياض درار، وصدرت عن الإدارة الذاتية أيضا في شمال وشرق سوريا، صدرت العديد من الدعوات لحوار يكون وطني سوري جامع بهذا الخصوص دكتور سليم، يعني هذه الدعوة عامة من كل الأطراف في شمال وشرق سوريا ومن الإدارة الذاتية، هل ستبقى أذانا صاغية في دمشق هذه المرة بخطوات فعلية على الأرض؟ دكتور سليم هل تسمعني؟ أنا ما عم بسمع جميعا، طيب جميل دكتور سليم، يعني هذه الدعوات لم تصدر فقط عن السيدة بروين، إنما السيد إبراهيم قفطان كان معنا في مداخلة رئيس حزب سوريا المستقبل قبل أن تنضموا حضرتكم، وأيضا أكد هذه الدعوة السيدة إلهام أحمد، مجلس سوريا الديمقراطية، والعديد من الشخصيات البارزة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كررت هذه الدعوات لفتح حوار سوري سوري جامع. هل اليوم دمشق جادة في أن يكون هذا الحوار فعليا على الأرض وأن يكون هناك خطوات ملموسة على الأرض دكتور سليم من وجهة نظركم؟ طبعا الحوار ونعده ونستعد، وكافة القوى الوطنية من جبهة وغير جبهة حاولت أن تطرق هذا الباب، لكن لن يقوم هذا المشروع إلا على وحدة وطنية متكاملة في الداخل السوري تجمع كافة الفصائل السياسية من الأحزاب المرخصة حديثا والقوى الوطنية جامعة. إذن هناك خطوات جبارة اليوم نسير ونعمل عليها لإنشاء وإنجاز هذا المشروع الوطني للحوار السوري السوري. لن يكون هنالك أي مخرج من أزمتنا ما لم يكن هنالك حلا سياسيا سوريا يجمع الجميع. لذلك علينا أن نخرج من بوتقة الخلافات وأن نعي ما نحن فيه وأن نأتي إلى الواقع ونتكلم من حيث الواقع. هؤلاء الذين اجتمعوا وتكلموا إن كان في منطقتكم أو في خارج سوريا أو داخل سوريا لم يكن لهم تواجد إلا على مبدأ الوطنية والانتماء. هذا الوطن يحتاج الشرفاء والشرفاء كثر، لكن علينا أن نجمعهم في وقت البعض يعرقل وطابور خامس يعمل عمله في جوانب هذا العمل الكبير الذي نحاول أن ننجزه. لن نخرج من هذا المأزق إن لم نكن مع بعضنا في الوطن لنا جميعا، والتشاركية يجب أن تكون عنوان والتشاركية عنوان كافة القوى الوطنية في سوريا وخاصة الأحزاب الجديدة والحديثة التي تتكلم بها من منطلق مشروعيتها التي تعمل من خلالها. الدكتور سليم الخراط عضو الرابطة السورية للأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى مدريد لينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور صلاح قيراطة. دكتور صلاح، كما سمعت ولا أدري إن سمعت ضيفاي كلاهما تحدث عن ضرورة أن يكون هناك حوار سوري سوري بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على في هذه المرحلة لردع المطامع الاحتلالية للنظام التركي من جهة وحلحلة العقد المستعصية من جهة أخرى. دكتور صلاح، هل ترون أن هناك إمكانية فعلية على الأرض لبناء مثل هذا الحوار؟ طاب أوقاتكم، أهلا بك. أعتقد أن لغة الحوار قطعت أو لم تأخذ مسار الحقيقي الذي كان له أن يحد من التداعيات الكارثية لهذه الحرب، سيما أنني أرى أن ما حدث في سوريا حتى هذه اللحظة أقل من حرب عالمية، لكنه بدون أدنى شك أكثر من حرب إقليمية. فالقضية لم تعد خلاف أو اختلاف، بل هي خلاف. لذلك أعتقد أن الإرادة الدولية حتى هذه اللحظة لم تتشكل بمعنى الكلمة لإيجاد تسوية سياسية للحرب السورية. وأي نقاش سوري سوري وهو مطلب مجتمعي سياسي وأخلاقي وإنساني ربما يشترك فيه كل الفرقاء من أقصى يمين الفكر السوري لأقصى يساره، لكنه لن يقدم ولن يؤخر، سيما أن الحرب كانت قد اندلعت بغير إرادة سورية حقيقية. كلنا سواء كنا موالين أو معارضين كنا عبارة عن أدوات على رقعة مافيات العالم من قوى عظمى تصارعت إراداتها ومصالحها ووجدت متنفسا لها على الخارطة السورية، حتى عشنا أفظع ظروف لجهة الموت
والدمار وخراب الديار. لذلك أرى أن المبادرات الروسية التي تنطلق بين حين وآخر مخاطبة الأخوة الكرد في سوريا لجهة قيام وساطة روسية مع الجانب السوري أي مع دمشق إقامة حوار من شأنه زج الجهد الوطني في إطار وحدة وطنية كاملة، لا أعتقد أن الروسي في هذا السياق يتحرك إلا من باب التنافسية الواضحة والصريحة مع الأمريكي في الشمال الشرقي من سوريا. وعليه تكون فيما أعتقد، وأنا هنا ناصح للأخوة الكرد، ليست أكثر من خطوات تكتيكية، لكن الهدف الاستراتيجي هناك أبعد مما يعني. حضرتك يعني دكتور صلاح تتحدث أن أي اتفاق من الممكن أن يحصل بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية يحتاج إلى ضمانات دولية فعلية دكتور صلاح؟ بدون أدنى شك سيدي. أولا الدولة السورية وأنا معها وأصم بالعشرة، وأنا أن اختلفت مع رئيس نظامها أو الأسرة الحاكمة أو المغتصبة بين قوسين، لكنني لا أختلف مع أبجديات الفكر السوري، وهو أن الشعب السوري شعب واحد أيا كانت انتماءاته العقائدية أو الإثنية أو العرقية. لا يمكن أن نفكر إلا بهذه الطريقة، وأن الظروف القاتلة التي نعيش لا يجوز بحال من الأحوال استثمارها. أنا مع الحوار، أنا مع النقاش، أنا مع وضع حد لهذه الحرب تحت أي مسمى تحت أي عنوان، لكن أن تضمن وحدة البلاد أرضا وشعبا. وكنت قد أسلفت أن الروسي عندما يتحرك لا يتحرك لمصلحة الكرد ولا لمصلحة العرب ولا سواهم، بقدر ما يتحرك من مصالحه، وهذا واضح وهذا حق سياسي في عالم لا أخلاق، لكنه بالتوازي ينافس الأمريكي في شرق سوريا. كلكم يعلم أنه في كانون ثاني الماضي كان هناك نوع من الحوارات أو النقاشات بين مسد وكذلك بعض من شخصيات الحكم في سوريا، إلا أنها لم تنتج أي شيء على أرض الواقع. وسأذكر هنا من باب الناصح فعلا والحريص فعلا، لأنني لا أميز بين سوري وآخر أيا كان دينه أو عرقه. تذكرون عندما هدد ترامب بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، فورا طار بعض قادة أهلنا الكرد إلى موسكو يلتمسون حوارا أو نقاشا مع دمشق، وهذا ما قاله وزير الخارجية لافرو بالمناسبة، أنا لا أدعي، لكن مع مراجعة أمريكا لقرارها وبقاء القوات الأمريكية خفت أو تلاشت حتى تلاشت الدعوة الكردية. أنصح ألا يكون ورقة بين الفرقاء. دكتور صلاح، يعني فقط من الناحية المنطقية، هذه دعوات لم تنقطع، يعني في كل حوارات سياسية، في كل الاجتماعات أو اللقاءات السورية التي حصلت، دعوا إلى حوار مفتوح دون أي شروط مسبقة، حوار أن يكون سوري يأخذ بعين الاعتبار سوريا ككل دون التمييز بين مكون وآخر ودون التمييز بين فئة وأخرى دكتور صلاح. ولكن اليوم دمشق أو الحكومة السورية كانت تبحث عن سوريا ما قبل 2011، وهذا ما لم تراه باقي الأطراف منطقيا. يعني اليوم هل الحكومة السورية قابلة لتقديم أي تنازلات من شأن فتح حوار جاد على الأرض دكتور صلاح؟ أسألك سأجيب بطريقة التساؤل لو سمحت لي حضرتك. أفضل. يا هل ترى، هل كانت الفتيل الذي أشعل حربا شعواء في سوريا كان قد بني على خلافات في نصوص دستورية؟ أنت تلاحظ أن العالم برمته اختصر الملف السوري أو القضية السورية كقضية مستعصية وشائكة، ربما تجاوزت قضية فلسطينية لحد بعيد، اختصرها بلجنة دستورية تعطل خلال الفترات الماضية، وآخرها كان منذ عدة أيام عندما أفشلت تماما الجولة السادسة من المحادثات. لذلك أقول أن الفعل في سوريا بين السوريين كان عبارة عن ردود أفعال ومنفعلين لقرارات خارجية، سواء كانت هذه الإيرادات الداخلية إيرادات واعية
وتعرف ما تتصرف أو إرادات منفعلة. أنا أعتقد أن أي جهد سوري من شأنه أن ينشأ حوارا يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا جهد مرحب فيه، لكن دمشق، وأؤكد لك أن دمشق ليست في وارد أن تعطي أي ضمانات حاليا، وهي تسعى وهناك من هو معها ويشد على أيديها، أقصد دمشق النظام طبعا أو بشكل خاص، لا دعني أقول النظام، لأني أنا شخصيا أميز بين الحكومة ومؤسسات الدولة والنظام كوسيط والأسرة المتحكمة. لو كان الأمر للأسرة لربما أخذ الكرد أكثر مما يتمنون أو يتوقعون، سيما أن أحدهم، أحد قادة حزب العمال الكردستاني من زيادة أيام من تركيا، قال أن الإخوة أو المكون السياسي للإخوة الكرد إنما تربطهم علاقات طيبة مع آل الأسد، وهم لن ينسحبوا أو لن ينفضوا أو لن يقطعوا هذا الود إن لم تقطعه دمشق. أنا أؤكد أن دمشق كنظام وحكومة ألف باء أن تعود إلى ما كانت الأمور عليه سابقا، لا أقصد سياسيا بالمعنى الحياتي، سياسيا اقتصاديا تعليميا، بقدر ما أقول أنها تتصرف وفق مقياس سورية واحدة أرضا وشعبا، ولن تسمح لمكون ديني أو عرقي أن يستفيد من هذه الحرب التي لم نكن نريد ليبني على أساسها ما كان لم يحصل عليه بتفاوضات سياسية. الدكتور صلاح قيراطة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من مدريد، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا، وفي ملفنا الثاني، اثنين من المدنيين قتلوا وجرح اثنان آخران في هجوم لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي العراق، فيما سقط عدد من صواريخ الكاتيوشا في منطقة المنصور بالعاصمة العراقية بغداد. فكيف تبدو الصورة على الأرض، وما هي التفاصيل، وكيف يبدو الواقع الأمني، وما الخيارات المطروحة أمام العراق للتخلص من هذه الخروقات؟ أسئلة أوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا معتز أيوب. معتز مرحبا بك في حديث الساعة، أبدأ معك من الهجمات المتصاعدة لتنظيم داعش الإرهابي، آخرها يعني أودت بحياة أربع مدنيين في ديالى شرقي البلاد، وأيضا عنصرين من البيشمركة في كركوك. هذه الهجمات المتفرقة وواسعة النطاق معتز، كيف تصفها لنا على الأرض معتز؟ نعم، تحية طيبة لك خضر ولكل مشاهدين الأكارم. بداية قبل الحديث، يبدو أن المشهد السياسي بدأ بالتأثير على المشهد العسكري في العراق، خصوصا في محافظة ديالى وكركوك. ابتدأت منذ يومين أو ثلاثة بهجمات لداعش الإرهابي على مناطق ديالى، أدت إلى استشهاد 10 مدنيين وإصابة أكثر من 10 آخرين، وبالتالي هناك بعد يومين هجم على قوات البيشمركة في محافظة كركوك وكذلك في محافظة ديالى. دائما ما تنشط هذه الهجمات في محافظة ديالى ومحافظة كركوك على اعتبار المناطق الأكثر سخونة في العراق، وعلى اعتبار هذه المناطق من المناطق المتنازع عليها، ولحد الآن لم يحسم الملف الأمني بين هذه المناطق بين كل الأطراف السياسية. هناك بعض الميليشيات المسيطرة على محافظة ديالى ومحافظة كركوك بدأت بالانسحاب وترك الأماكن إلى داعش الإرهابي، بالتالي سارعت القوات الأمنية العراقية بإرسال قوة من جهاز مكافحة الإرهاب للسيطرة على هذه المناطق، وخلال 24 ساعة لحد هذه اللحظة تمت السيطرة على أجزاء كبيرة من محافظة ديالى من قبل قوات مكافحة الإرهاب، وبالتالي الجهد الأمني والجهد العسكري بدأ يتأثر بالعملية السياسية على اعتبار هناك خلاف سياسي داخل
الأحزاب السياسية العراقية، خصوصا بعد أن خرج البرلمان عن الخدمة العراقية وكذلك حكومة السيد الكاظم وحكومة تصريف أعمال. بالتالي كل هذه الأمور أثرت سلبا على العملية العسكرية في العراق. طيب جميل، يعني وسقوط أيضا صواريخ الكاتيوشا في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد أيضا يصف في هذا الاتجاه، باتجاه يعني عطلت العملية السياسية. نعم خضر، هذا جانب مهم جدا على اعتبار هنالك ضغط سياسي من أجل تمرير مصالح سياسية، هنالك من يريد التلاعب بالسياسة العراقية، فبدأ بالضغط من حيث الناحية العسكرية وكذلك ناحية التفجيرات وإرسال الصواريخ وما شاكل ذلك. بالتالي هذه الصواريخ سقطت في منطقة المنصور وسط بغداد، بالتحديد في شارع النقابات الذي يضم نقابة كثيرة من النقابات العاملة في العراق، وكذلك شارع الأميرات، شارع تجاري حيوي، لكن وقعت في صباح الباكر دون وقوع خسائر كبيرة، فقط أضرار مادية. بالتالي كل هذه الهجمات تراها قبل أن يبتدأ السياسيون العراقيون بالاتفاقات والتوافقات بينهم، فهذا هذا الجانب هو جانب من ضغط سياسي من قبل الميليشيات المتحكمة في بعض فصائل الدولة العراقية، وبالتالي من يريد أن يأخذ مغانم سياسية، من يأخذ مكاسب سياسية، من يأخذ عن أي مغانم معتز؟ يعني عن أي مغانم والانتخابات قد حسمت الموقف السياسي على الأرض على ما يبدو معتز؟ ما المغانم التي تريدها هذه الأحزاب وهذه الجهات؟ نعم المغانم حسمت على أرض الواقع، لكن هنالك من يريد إعادة العدوى الفرز اليدوي للانتخابات على اعتبار من يؤيد هنالك تزوير، ومن يقول أن هنالك يعني انتخابات شفافية. كذلك المغانم يعني الجميع يعرف أن رؤساء الوزراء في العراق ورؤساء الجمهورية ومجلس النواب يأتون بتوافق سياسي، إذا ما حصل هذا التوافق السياسي لابد أن يكون هنالك تطورات على المستوى الأمني، المشهد الأمني، على اعتبار الشعب العراقي أصبح يدرك ما يدور في كواليس السياسة، وبالتالي لا يستطيع أحد التحكم في الشعب العراقي إلا من الناحية الأمنية، فيبدو الضغط باتجاه الناحية الأمنية من أجل التوافقات السياسية حول المناصب القادمة، حول الوزراء في الحكومة القادمة، وكذلك رئيس الجمهورية، منصب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء هو الأبرز، على اعتبار يكون هنالك توافق بين الكتل السياسية السنية والكردية والشيعية من أجل تسمية رئيس وزراء يخدم مصالح الجميع. مراسلنا معتز أيوب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. من بغداد أيضا ينضم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ عدنان الكناني. أستاذ عدنان مرحبا بك. من الناحية الأمنية كيف تقيمون المشهد القائم اليوم؟ هجمات لداعش هنا، استهداف بصواريخ كاتيوشا هناك، كيف يبدو الواقع الأمني بهذه الفترة أستاذ عدنان مع تصاعد كل هذه الخروقات الأمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً الله وحيد مشاهدي الكرام. يعني إذا تحدثنا عن سقوط أربع صواريخ اليوم فجر هذا اليوم الساعة 500 تقريبا، هذه الصواريخ الأربعة سقط أحدهم على تقاطع شارع النقابات وسبب أضرار بعجلة بيكاب رقم صلاح الدين، والآخر في شارع الأميرات، والثالث في شارع الزيتون، والآخر في مقابل هذه المخابرات، وبالتالي أعتقد الخسائر البشرية لا يوجد، بعض الأضرار المادية سببت هذه الصواريخ، وأيضا الهجوم الذي حدث في المقتادية تحديدا في قرية رشاد، وأيضا قبل كان في صلاح الدين، وأيضا في جنوب كركوك، وتكرر أيضا في محافظة ديالى. إذن هذا التصاعد في الوضع الأمني، هذه الهجمات التي تقوم بها بعض التنظيمات المتطرفة فكريا أو الذين ذهبوا باتجاه الآخر، يبدو أن هنالك ضغط على الحكومة العراقية، هنالك ضغط على الشارع العراقي، هنالك ضغط لتحقيق بعض المكتسبات سواء كان دولية أو إقليمية أو مخابراتية، لكن عموما يبدو أنه الشعب العراقي في وادي، والكتل السياسية والأحزاب السياسية والحكومة العراقية في وادي آخر. وجوة كبيرة اليوم أصبحت واضحة جدا للعلن، يعني ما يحتاج أنه تنشير أو نعمق بها، هي مجرد أنه فجأة واضحة. تسأل أي مواطن عراقي بالشارع العراقي يقول لك أنني يائس من الأحزاب السياسية والكتل السياسية والحكومة العراقية، وبالتالي مخرجات الكتل والحكومة مجتمعة هي يبدو أنه ضد مصالح الشعب العراقي، ومن أجل مصالحهم وتحقيق بعض المكتسبات المالية أو السياسية أو المخابراتية لصالح الذين يعبثون بالمشهد السياسي العراقي. إذن ما الخيارات اليوم المطروحة أمام العراق والعراقيين للتخلص من كل هذه
الإخفاقات الأمنية أو الإخفاقات السياسية التي تفتعلها الكتل والأحزاب السياسية المتحكمة بالقرار والأمن العراقي؟ يعني بحساباتي لن تكون قائمة أو لن تقوم قائمة للعراق ما لم يأخذ زمام الأمور الجيش العراقي. أجل الشيء العراقي أبي القوة الوطنية العراقية مسلحة، يعني ثورة أو انقلاب عسكري تقوم به الأجهزة الأمنية العراقية البطلة والمواطنين داخل العراقية ضد الكتل السياسية الفاسدة وضد كل ما موجود. يعني اليوم الحكم العسكري في العراق بات خيارا أفضل من حكم هذه الطبقة السياسية، هذا ما تريد الإشارة إليه أستاذ عدنان؟ يعني أعتقد في كل شعوب العالم، في كل دول العالم، والتجربة المصرية يعني الصورة واضحة جدا، يبدو أنه العسكريون دائما أكثر ولاء للوطن وأكثر انضباطا وأكثر نزاهة وأكثر قدرة على القيادة، فبالتالي إن مسك الجيش زمام الأمور سيصبح قادرا على فرض السيطرة وبسط الأمن ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين على المال العام وعلى الحقوق العراقية. طيب أستاذ عدنان، يعني من وجهة نظركم إلى أين تتجه الأمور مع كل هذه الخروقات المتصاعدة سواء من قبل تنظيم داعش الإرهابي الذي يعني لازال ينشط في مناطق واسعة ومتفرقة حقيقة من العراق بين الفينة والأخرى، هذه الفصائل التي تصفها الحكومة العراقية بأنها خارجة عن القانون وتستهدف البعثات الدبلوماسية تارة ويعني تستهدف أيضا معدات للتحالف الدولي تارة أخرى، إلى أين تتجه الأمور أستاذ عدنان؟ شوف عزيزي، كل قوم بما لديه مقترحون. أنا شخصيا متشائم جدا وأنظر للأمور بنظرة سوداوية تماما، وبحساباتي العراق سيذهب باتجاه الهاوية وربما سيكون هنالك تصعيد وستفلت الأمور وستنفلت، وبالتالي ربما سنقاد إلى حرب أهلية لا سامح الله، حرب عراقية عراقية، ربما حرب كردية كردية وحرب سنية سنية وحرب شيعية شيعية، وربما أحد هذه الحروب. بالتالي نلاحظ أن في الجانب الكردي هنالك صدام وهنالك مشاكل بين كتلتين كرديتين رئيسيتين في إقليم كردستان العراق، وفي أيضا غرب العراق أيضا هنالك كتلتين سنيتين، أيضا هنالك نوعا ما من بعض التوتر بين هذه كتلة السيد الحلبوسي وكتلة السيد خميس الخنجر، وكذلك في وسط وجنوب العراق هنالك كتلتين شيعيتين، أيضا هناك نوعا ما ربما سيكون تصعيد بينهما، أو ربما من يدفع باتجاه إذهابهم إلى التصعيد، وقد لا سامح الله نذهب باتجاه الغير محسوب أو ربما الغير مرغوب. أعتقد يعني نظرتي هي نظرة سوداوية، الأمور خرجت عن السيطرة، المكاسب والمغانم والمفاسد والمال الحرام والتسابق على السلطة، وعلى يبدو أنه هو هذا ديدن الكل، نسوا وتناسوا حقوق العراقيين. نعم. ويفترض أن يكونوا خدم للشعب العراقي، ووجودهم ضمن التشريعية أو التنفيذية هم خداما للشعب العراقي، يفترض أن هكذا يفكرون، لكنه للأسف يبدو أن الشيطان اشترى دمهم بالكثير وتحولوا من خدم يفترض أن يكونوا للشعب العراقي إلى طغاة وسيوف مسلطة على رقاب العراقيين لا سامح. الأستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. من بغداد أيضا ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي الدكتور حيدر البرزنجي. دكتور حيدر مرحبا بك، سمعت ضيفي من بغداد ربما تحدث إلى أن الحكم العسكري أو تحدث عن إمكانية أو انقلاب عسكري وخيار انقلاب عسكري وحكم العسكر في العراق بات أفضل من حكم هذه الطبقة السياسية التي ربما وصف بأن ديدنها اليوم هو المخاصصة وسلب المال العام وما شابه ذلك. دكتور حيدر، كيف تعلقون، والسبب طبعا هذه الخروقات التي حصلت مؤخرا من هجمات تنظيم داعش، فصائل وسلاح منفلت لا تخضع لسلطة الدولة العراقية وسلطة الحكومة العراقية؟ دكتور حيدر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك طبعا أستاذ عدنان له رأي ورأيه محترم، لكن أنا لا أنظر بهذه النظرة. هذه الفصائل هي من حمت العراق من شر داعش ومن تنظيمات الإرهابية، وهي من حمت الدولة وحافظت على كينونة وصيرورة هذه الدولة، فبالتالي لا يمكن أن تأتي كي تهدم كل ما بنت وكل ما قدمت من فقط شهداء. فقط كي تتضح الفكرة دكتور حيدر، يعني هنا لا يتم الحديث عن فصائل بعينها، هناك فصائل الحكومة العراقية وصفتها بأنها خارجة عن القانون وتنفذ أجندات خارجية وما شابه. طبعا الحكومة العراقية الحالية لا تمثل
واقع الحال لا تمثل كل الرأي العام العراقي، فلديها وعليها مئات من السلبيات التي أحدثتها خلال هذه الفترة المنصرمة، وبالتالي هناك نقد واقعي، يعني ليست مزاج سياسي وليست أيديولوجية حتى ننتقد الحكومة. الحكومة هي لم تعد تسيطر على كثير من الأمور في البلد من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، وهي جاءت على حين غرة، بمعنى أنها لم تكن من رحم البرلمان العراقي كولادة طبيعية. يعني أنا أسميتها بالولادة القيصرية التي جاءت بعد الحراك الشعبي. الأمور تتجه باتجاه الحلحلة، ليس باتجاه التصعيد والتعقيد. لا يمكن أن تكون هناك، يمكن أن يكون هناك اقتتالا لا سنيا سنيا ولا شيعيا شيعيا ولا كرديا كرديا. تقول لي لماذا؟ أقول لأنه نحن مطلعون على الواقع السياسي العراقي، وهناك توافقات واتفاقات. نسيج العراق الاجتماعي هذا، اللون والطيف العراقي هذا، يعني هذه قدرة الله وإرادة الله أن يكون العراقيون بهذا التنوع. فبالتالي لا يمكن إقصاء طرف دون آخر. هناك أوزان انتخابية، هناك استحقاقات انتخابية، كل يأخذ استحقاقه. هذا لا يعني، نعم نحن ضد المحاصصة على حساب الشعب، ولكن هناك خلافات كبيرة دكتور حيدر، خلافات كبيرة نراها بين الفين والأخرى حقيقة، يعني بين الطبقة السياسية والكتل السياسية، سواء كانت شيعية شيعية سنية سنية كردية كردية أو باقي المكونات. يعني لا نريد التحدث بهذه الطريقة، ولكن واضح. حضرتك تحدثت بأنها مشيئة الأقدار بأن يخلق العراق هكذا، ولكن اليوم يعني الطبقة السياسية الحاكمة هل فعلا تريد النهوض بالعراق والخروج العراق من أزماته دون التفكير بمحاصصة، دون التفكير بمكاسب شخصية وحزبية ضيقة في العراق؟ نحن لا نتعامل مع واقع الحال، لا نتعامل مع ملائكة، هؤلاء بشر، وبالتالي أحزاب وكيانات ولهم طموحات، وبالتالي واقعا أيضا لديهم رغبات ونهزوات، لكن لا يمكن أن تؤخذ هذه الجزئية بنحو الكلية على نسقطها على كل الأحزاب والكيانات. جميل. نعم هناك كيانات تريد لهذا البلد خيرا، وبالتالي لا يمكن لطبيب جراح يريد أن يفشل في عملية جراحية. كل الأحزاب السياسية تريد أن تنجح وتريد أن تفلح، لكن تعرف حضرتك نحن اليوم لدينا كثير من الانتهاكات التي تحصل على السيادة العراقية، وهنا بيت هناك القصيد. تدخل واضح. نعم وهنا هناك بيت القصيد، يعني هذه الانتهاكات، هذه الانتهاكات نعم. إلى أين دكتور حيدر، يعني في الدقيقة الأخيرة المتبقية لدينا، إلى أن تأتي حكومة قوية كما كانت في عام 2008 و2010، وإلى أن أدخل إلى العراق داعش، وهذه النتاجات المشوهة والولادات المشوهة التي ولدت لدينا عبر الحدود. هذه المشكلة اليوم، إذا كان العراق قويا متماسكا ونعتقد بعد، أنا أعتقد تجربة داعش هي تجربة سلبية، نعم أضرت بالعراقيين، فقدنا الكثير من الدماء، لكنها أعطتنا الكثير من القوة. اليوم العراق قوة لا يستهان بها، لدينا حشدا شعبيا قويا، قوات أمنية كذلك قوية. هذه الجيوب لداعش والتنظيمات الإرهابية هنا أو هناك لا يمكن أن تؤثر على الواقع السياسي بصورة مطلقة كلية. هي تريد أن تشوه هذا الأمر وتصعد من قبيل، يعني قبيل ولادة حكومة جديدة. أنا أتوقع أنه الأمور ليس بهذا السوء، سوف تحل الأمور. نعم قد يكون هناك صعوبات وهذا لا ينكر، وهي صعوبات موجودة، لكن بنفس الوقت أنا أعتقد كذلك أننا سوف ننجح في هذه المرحلة. تحديات نعم كبيرة وكثيرة تجاوزناها منذ عام 2003 إلى الآن، ووصلنا إلى مراحل متقدمة في العملية السياسية الديمقراطية. لا يوجد بلد في من البلدان يعني غير مستقر أمنيا وغير مستقر سياسيا لمدة أكثر من 5 عقود يستقر بعقد من الزمن، يحتاج وقت حقيقة ويحتاج نضج. دكتور حيدر البرزنجي يعذرني على المقاطعة، تجاوز الوقت المخصص لحديثنا لهذه الساعة، الباحث في الشأن السياسي الدكتور حيدر البرزنجي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لك. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حديثنا لهذه الساعة، أنا أشكركم ضيوفي الكرام جميعا على طيب المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، ولمواضيع أوسع زوروا موقعنا الإلكتروني اليوم تيفي.